خليني هستأذنكم كمان انه احنا واحنا بنتكلم على هذه القمة احنا عاوزين بس نفهم قدر الامكان اولا ان الاوان فعلا لافريقيا ان تجني ثمار وان تحقق ارباح، مش هقول لك بعد عقود وانما بعد قرون، سواء اذا كان من الاحتلال والمحاولات الاستيطانيه والامبرياليه الدوليه التي عصفت بالسياسه وبالاقتصاد الافريقي، وان اضرت فانما كانت تضر بشكل رئيسي بالانسان المواطن الفرد الإفريقي، مش بس للمجتمعات الإفريقية في ثوبها السياسي، في شكل دول وحكومات وأنظمة اقتصادية. البني آدم الإفريقي كان يئن لمئات السنين بسبب استغلال الغرب، سواء لكل ثرواته أو ليه هو الإنسان، وده شيء الحقيقة شديد الإيلام، شديد الإيلام. أتمنى فعلا أن عضويتنا كأفارقة في قمة العشرين، التحرك اللي ماشية بيه إفريقيا، واللي أقدر أقول أنه مصر الحقيقة من سنة 2019 كانت ولا زالت تحمل رسالة إفريقيا وهموم إفريقيا وقضايا إفريقيا للعالم كله. بس خليني أرحب بالكاتب الصحفي الكبير أستاذ أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. أهلا أهلا يا أستاذ أكرم. أهلا بك يا زوجو. أهلا وسهلا. عامل إيه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. سؤال واضح جدا انه الهند واخدة قرار انه هذه القمة تخرج بمجموعة مش من التوصيات وانما قرارات على خلاف القمم السابقة، مش هتبقى مجرد توصيات وانما تبقى قرارات فاعلة، واظنها وكأنها وجه اخر لقمة كوب 27 في شرم الشيخ. نحن كنا في مصر نتحدث عن المناخ، الان الدول المتسببة في كل ما حدث هي التي تجلس سويا في الهند. تعتقد هنخرج من قمة نيو دلهي بقرارات جديدة فيها يعني شيء جيد أو أكثر اختلافا للبشرية؟ شوف، هو طبعا يعني واضح في القمة أن بتخيم عليها يعني تحذيرات وإحساس بالأزمة وإحساس بالحروب وإحساس بالتغير المناخي، في خطر حقيقي. يعني يمكن رئيس وزراء الهند أوضح ده في كلمته، وايضا الامين العام للامم المتحده حذر مما يسميه عدم الثقه. يعني وده عارفين انه رئيس فرنسا ماكرو قال قبل كده عدم اليقين، يعني في حاله خوف طبعا، وفي يعني اختلال شديد. يمكن انت بتشير لفكره انه العشرين، طبعا يعني تجمع العشرين اعتقد انعقاده بعد ايام، يعني احنا كنا في اول سبتمبر كانت الدوره ال 15 لبريكس، ومؤسسي بريكس هم موجودين في قمه العشرين. صحيح. اعتقد انه في رغبه، وزي ما انت اشرت من شويه، مش بس فكره افريقيا والاقتصادات الناشئه، وكانت الصين والهند والبرازيل وغيره عندهم ما طرح في بريكس، يمكن انه ما فيش نظام، يعني في نظام اقتصادي عالمي ظالم ومختل ومنحاز ومزدوج، نظام اللي تكون بعد الحرب العالميه الثانيه لم يعد صالحا. يعني كان في كلام من هذا النوع، اظن ده مستمر على مدى سنوات، لانه النظام الاقتصادي الحالي تكون بعد الحرب العالميه براس المنتصرين، يعني والاغلبيه كانت النظام الغربي والولايات المتحده والبنك الدولي وغيره. انت بتسال الهند هل تستطيع؟ بالتأكيد ربما تستطيع أن يكون هناك توصيات، لكن في تأثيرات مختلفة، في غياب للصين، في غياب لروسيا، في زي ما قلنا البريكس قبل كده، في ضغوط كثيرة، وفي أحاديث الحقيقة سواء رئيس وزراء الهند أو البيانات اللي بتتكلم على أهمية أن يكون في نظام اقتصادي للدول الاقتصادات الناشئة. رئيس عبد الفتاح السيسي يتكلم بشكل واضح جدا في موضوع الديون وديون الدول النامية وإعادة الهيكلة، وإن يبقى في نظام متعدد الأطراف مش نظام قطبي ولا نظام فردي. وأظن الرئيس جدد هذا الكلام وقاله قبل كده في أكثر من فعالية. بوجود الحبل الأفريقي كعضو في قمة العشرين زي الحبل الأوروبي، أعتقد هما الاثنين، أعتقد إنه ده زي ما أنت أشرت بالتأكيد سيكون له انعكاس ويكون له أهمية في إنه صوت أفريقيا أصبح مسموع. أنا بسميه الحقيقة، يعني يمكن زي ما قلت أنا في بريكس، إنه بريكس كان فيها حضور للدول اللي أسست عدم الانقياس، مواجهة القطبية أيام الحرب الباردة،
بعد نهايه الحرب البارده وخروج الاتحاد السوفيتي اعتقد كان في نظام قطبي شديد الظلم وشديد التاثير والاستقطاب. افريقيا تمرد تخسر او تتحول لمجرد مواد خام ليس لها حق في التنميه، بتتاثر بالتغير المناخي وتدفع ثمن انبعاثات لا تشارك فيها. قمه ال 20 دول بينتجوا 80% من الانبعاثات. يمكن الرئيس اشار لفكره برضه رئيس وزراء الهند على فكره انه تنفيذ التوصيات، لانه عدم تنفيذ التوصيات كارثه حقيقيه. يمكن الرئيس على مدى سنوات والدول المهتمه بتطور العالم واعتدال النظام العالمي ترى انه في تحديات مناخيه وتحديات اجتماعيه وفقر وغيره، وانه الدول زي افريقيا اللي تعرضت لرعب استعماري وفي تحركات النهارده على مستويات مختلفه ضد بقايا الاستعمار، مش بس نهب استعماري كمان وتحويل لمواد خام، لا في استغلال مستمر مع يعني تقليل لقيم الدوله مقابل الافراد والجماعات التابعه وغيره. فالحقيقه طيب. انه الوضع صعب. هل الهند تصل او هل قمه ال 20؟ ذاك رهان، لكن اظن انه الرهان الاكبر على انه هذا النظام على مدى سنوات، واحنا عارفين انه بيحصل تغيرات كيفيه او كميه بعد كده بيحصل تغير كيفي، هذا النظام لم يعد صالحا للنظام طب الأسس. هل تفتكر يا استاذ اكرم تفتكر يا استاذ اكرم انه بـ 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 بالحضور الطاغي لجو بايدن في هذه القمة وبالتواجد بالتأكيد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكن بتعتقد أن الأوروبيين والأمريكان هيشتغلوا فعلا على إعادة هيكلة البنك الدولي، صندوق النقد، نادي باريس، تبقى الشروط أكثر يسرا، عدم تسييس القروض أو المنح، العمل أكتر على مسألة تمويل التنمية أكتر منها أنها تبقى يعني وكأنها أغلال تربط في سيقان الدول الناشئة أو الأسواق الناشئة؟ أنا أعتقد أنه زي ما أنا أشرت في الأول، أولا انعقاد بريكس ده في أول سبتمبر كان مؤثر بشكل كبير جدا ومنعكس على خلق قلق تغيير النظام العالمي. النهارده المطالبات الحقيقه بنظام عالمي عادل وغيره، وافريقيا النهارده صوتها انا بسميه الاستقلال الثاني ما بعد عدم الانحياز وغيره للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودول افريقيه مهمه زي جنوب افريقيا وزي الدول الافريقيه والاتحاد الافريقي والنيدالد والتحالفات اللي محطوطه، وفي قيمه متعاملت سعى لها الرئيس سواء سعت لها مصر ودول افريقيا، قمة افريقيا اوروبا، افريقيا امريكا، افريقيا روسيا، افريقيا الصين، اليابان غيره، كان في مطالبات بهذا الامر، فاصبح في تغير فيما يشبه ثوره عالميه على النظام العالمي اشبه للثورات اللي بتبقى داخل الدول، لكن هي النظام اولا وجود افريقيا في جي 20 مهم، وجود افريقيا وجود مقاعد دائمه لافريقيا في مجلس الامن وغيره وانهاء حق الفيتو، ممكن ده يبقى بعض الناس شايفينه انه ده تغير ربما بعيد المدى، لكن خلينا نقول انه الضغط على النظام العالمي واهميه تغييره قد يدفع، ويمكن شفنا احنا بعد البريكس ازاي الولايات المتحده حاولت تمتص الامر. صحيح. ماكرون هو اللي كان صريح جدا وشايف انه في انشقاق، ماكرون نفسه في قمه السبعه اللي كانت في فرنسا كان بيقول انه روسيا مفترض تبقى اقرب لاوروبا، وحصل ده حصل بعد كده الحرب، وفي اختلال حقيقي بالبريكس وبغيره. الولايات المتحده قالت لا ما فيش خطر، واحنا فيهم البريكس فيها خصوم وفيها اصدقاء، واحنا مساعي هذه الدول والارساليات والجولات اللي قام بها برلمانيين او سياسيين او غيره بتؤكد ان هناك قلق. هذا القلق يجب ان يترجم في اعاده بناء نظام دولي عادل ومتعدد الاطراف فعلا قابل. طول عمر النظام العالمي مختل، لكن اختلاله في هذا الامر بدايه من غزو العراق، والمشكله ان النظام العالمي اصبح مختلا اكثر مما يجب، يعني مختلا من حيث التوازن ومختلا من حيث المقربات الفكريه، بقت شديده الغرابه، الكيل لم يصبح فقط بمكيالين لكن بقى بثلاثه وباربعه وبخمسه، وبتوضع المعايير على الهوى للاسف الشديد. انا بشكرك جدا 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 كاتب الصحفي الكبير الاستاذ اكرم القصاص، رئيس مجلس اداره اليوم السابع.